الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع المكثف إلى حد ما صفات القائد العظيم. صفات القائد العظيم هنا الآن تأتي في إطار حديثنا عن فلسفة التنمية. ما هي الصفات الواجب توافرها في القائد العظيم حتى يحقق التنمية الاقتصادية، النفسية، الاجتماعية، السياسية في الدولة التي يرعاها؟ والقائد هنا قد يعارض البعض بالحديث عنه الآن بأنه في العالم الحديث الآن، وخاصة بالعالم الغربي، ليس هناك مفهوم القائد الملهم. المقصود الآن هو القائد الرمزي، ربما يكون فردي وربما يكون متجسد في حزب، الآن حزب سياسي معين يتبنى أفكار ثورية اقتصادية تقدمية كيف يرتقي بهذا المجتمع. وإن شاء الله ستتوضح أفكارنا فيما يأتي من سطور، وعلى بركة الله نبدأ. أبدأ بالقول: لا يمكن لدولة مهما كانت أن تدوم، ولا لمجتمع أن يبقى، ولا اقتصاد أن يتطور من غير زعيم أو قائد يتوافر فيه الحد الأدنى من الصفات الضرورية. القيادة العظيمة تصنع دولة عظيمة، مهما كانت هذه الدولة صغيرة أو كبيرة، فقيرة أو غنية، واسعة المساحة أو ضيقة المساحة. والعظمة هنا ليست بالمعنى المادي، بل بالمعنى النفسي والروحي والإنساني. وقد تصبح الدولة عظيمة بالمعنى المادي لو أحسن توظيف الموارد المادية مع العظمة النفسية والروحية والإنسانية التي يصنعها القائد العظيم. فما هي هذه الصفات التي أجمع عليها علماء النفس الاجتماعي وعلماء النفس السياسي وعلماء التاريخ الاقتصادي، وهو ما تبحرت به خلال 30 سنة الماضية؟ من خلال قراءتي في علم النفس الاجتماعي وتاريخ الفكر الاقتصادي، تمكنت من حصر بعض الصفات التي أبينها تاليا. أول هذه الصفات هي الطاقة الإيجابية التي يبثها القائد في نفسيات التابعين له، سواء كانوا رعية أو عاملين في الدولة التي يديرها. فعليه أن يجتث من قلوبهم شعور اليأس والضعف والتيه الذي قد يواجهوه في لحظات ومحطات حاسمة من حياتهم وحياة الدولة. تعمل الطاقة الإيجابية على شحن الفرد برغبة ملحة في زيادة الإنتاج والاجتهاد والمثابرة والمحافظة على المكتسبات. تعمل الطاقة الإيجابية على دفع الفرد إلى الاستماتة من أجل الدولة والجماعة وما يسمى الوطن. تعمل الطاقة الإيجابية على دفع عامة الناس وخاصتهم إلا المختل عقليا إلى المحافظة على الذوق العام كالنظافة العامة وجمال المكان الذي تعيش عليه الجماعة، ومنع تخريب ممتلكات الجماعة اللي هي الدولة، ومنع نهب موارد الجماعة أي الدولة، ومنع سلوك المرتزقة. كثير من الناس الأدين يتكسبون الآن من مفهوم الدولة كالمرتزقة الذين يحاربون من أجل المال. بل الآن الطاقة الإيجابية تعمل على تشجيع الفرد على التبرع بالوقت والجهد والمال من أجل الجماعة والدولة. الآن لو دققنا في سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لتلمسنا عظم الطاقة الإيجابية التي كان يبثها في نفوس أصحابه، وهكذا صنع العظماء من بعده. من صفات الرسول القائد، أنا أبدأ هنا، التبسم في وجه الناس، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. هناك حديث أذكر فيه بعض الأشياء، وإن كنت لا أحفظه بكلماته كما وردت على ألسنة الصحابة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا تبسم في وجه أحدهم لا يتوقف عن الابتسامة إلا إذا توقف الشخص المقابل له، وكان إذا صافح أحدهم لا يمكن أن يسحب كفه من كفه إلا إذا بادر الشخص ذاك الذي صافحه، وكان إذا نظر إلى وجه أحدهم لا يشيح بوجهه إلا
إذا بادر الشخص المقابل له، ومع ذلك فقد كان يحترس من كل الناس. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك محمد. الآن على المحور الأفقي هنا أحببت أن أمثل لحظول الأخلاق وهنا الإنتاجية، هون مورالز وبرودكتيفيتي. لاحظ العلماء خلال 100 عام الماضية ما الذي تقوم به الأخلاق بما يتعلق بالإنتاجية؟ تؤدي إلى زيادة الإنتاجية أضعاف مضاعفة كلما زادت. والأخلاق رغم أنها عام النسبة، لكن الصدق، الأمانة، الإخلاص بالعمل، التفاني في العمل هو جزء لا يتجزأ من الأخلاق. تعمل الطاقة الإيجابية على إشاعة المحبة والطمأنينة والسلم الاجتماعي. تعمل الطاقة الإيجابية على دفع الناس نحو الصدق والأمانة، ما يؤثر في زيادة الإنتاج وهنا وتقليل الهدر. ثاني الصفات الضرورية للقائد العظيم رغبته الصادقة في التواصل مع الناس مهما كانت مستوياتهم الاجتماعية. لا يهتم لغني أكثر مما يهتم لفقير، ولا يضيره معارض صادق لقيادته. يسهر من أجل راحة الرعية، يبادر نحو التواصل معهم ومحاولة حل قضاياهم مهما كانت صعبة أو سهلة. ثالث الصفات الضرورية للقائد العظيم يختار المعاونين الصادقين الأقوياء المخلصين لفكرة الجماعة. والآن أكرر، فكرة الجماعة هي مبدأ الدولة، وليس له شخصيا، أي الآن إخلاص ليس له شخصيا بل لمبدأ الدولة. ويبتعد عن المنافقين والمداحين والمتكسبين الذين يسلكون سلوك المرتزقة. رابع الصفات الضرورية للقائد العظيم يفوض مهام إدارة الدولة للمختصين، كل في مجال تخصصه. فلا يدير الاقتصاد إلا العالم بأمور الاقتصاد، ويفوض بشؤون المجتمع من يعرف المجتمع وأحواله، ويفوض شؤون الأمن بمن يعرف بها، أي شؤون الأمن، ويمنح رجال إدارته الثقة إذا أخلصوا لمبدأ الدولة قبل كل شيء. خامس الصفات الضرورية للقائد العظيم يكون قريبا من الناس، ويكون الناس قريبون منه. لا يستكبر على أحد ولا يغضب إذا عارضه أحد. يستشير أصحاب العقول والحكماء والعلماء بالشؤون المختلفة حسب الحاجة، ولا يدعي الكمال مهما كانت الأمور هينة أو صعبة. سهل المراس، هين لين، سهلا في كل الأمور ما عدا الأمور التي تهدد أمن الجماعة مهما كان مصدرها. ومع كل ذلك فكان يحترس رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل الناس، أي بمعنى آخر بأنه كان حصيفا محترفا. الدولة التي لا يجرؤ أحد على انتقاد الأوضاع فيها ستصبح دولة فاشلة مع مرور الأيام مهما طالت. لأن سادس الصفات الضرورية للقائد العظيم يكون قدوة ومثالا للآخرين، فإذا نهاهم عن أي سلوك فينبغي أن يمتنع عن ممارسة ذلك السلوك. إذا قال بأنه يكره الفساد فينبغي أن يثبت للناس نواياه المعلنة بمحاربة الفاسدين، ويجتث المنافقين مهما كانوا، وينشر الوئام والسلام الاجتماعي. سابع الصفات الضرورية للقائد العظيم يكون له مجلس من الحكماء أصحاب الرأي السديد والمجرب، ولا يستشير من فشل في مهمة سابقة أوكلت إليه، ولا يقبل أن يتدخل أحد من أسرته في شؤون الدولة. ثامن الصفات الضرورية للقائد العظيم أن يكون خاضعا للمساءلة والقانون والمحاسبة على أفعاله وأفعال من ينصبهم في مواقع المسؤولية العامة. ففشل الفريق الذي يعينه فشل له، ولا عذر له على الفشل، والحل إما محاسبة الفاشل أو التنحي. لا يقبل هذا القائد بالحل الوسط. تاسعا وأخيرا تاسع الصفات الضرورية للقائد العظيم أن يكون حاسما في المسائل الوجودية التي تهدد حياة الجماعة، سواء في الأمد القصير أو الأمد الطويل. ولا بد من أن ينظر إلى نفسه باعتباره في معركة دائمة في بناء الإنسان والمجتمع. الآن أضع هذا التمثيل الصوري للقائد العظيم يمسك بيد الناس كي يرفعهم معه. هذه وإن كانت امرأة حصلت عليها من الجوجل، تمسك بهذا وهذا يمسك بهذه وهذه تمسك بهذا، حتى الكل يصعد إلى القمة.
هذه الآن صفات القائد العظيم. أكون قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قدمت لكم الفائدة لكم أحبتي، خاصة طلبة فلسفة التنمية. وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.